سوق تابع لعائلة الشبخون، هو سوق خاص بالأقمشة وتجارتها. هذا السوق سوق تاريخي والأقدم من أسواق الموصل القديمة، فرحة كبيرة وبهجة وسرور تراها في وجوه كل الحاضرين. هناك كان دعم أيضا من قبل بلدية الموصل ودوائر الكهرباء والماء والمجاري لافتتاح هذا السوق. خلية الأزمة ستبذل كل جهودها بقوة وباهتمام ولن تتوقف عن تأهيل كل ما حصل من دمار في محافظة نينوى وفي كل القطاعات، ولكن ستحتاج هذه إلى سنين، ستحتاج إلى تعاون أهالي نينوى، تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى دعم الحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني. الأسبوع القادم سيتم إطلاق وإعلان المشاريع الأولى التي تسمى مشاريع الاستقرار والبالغ تمويلها حوالي 135 مليار، وتشمل تأهيل أمور جدا مهمة، منها جسر الثالث، المرحلة الأولى من مطار الموصل، بعض الطرق الخارجية، أيضا الطرق الداخلية والبنى التحتية في مدينة الموصل القديمة وأسواقها. قررنا أن نعيد كافة أسواق الموصل القديمة إلى التأهيل، إلى الحياة قريبا إن شاء الله، إضافة إلى مشاريع كثيرة في كل أقضية نينوى: تل عفر، سنجار، الحمدانية، قيارة، مخمور، وبعشيقة، تلكيف، وهكذا. حضرنا اليوم إلى افتتاح هذا السوق الجميل، هذا السوق الكبير، هذا السوق المهم من أسواق المدينة القديمة. العمل تم بتلاحم كبير بين الأهالي وبين البلدية وبين بقية الدوائر الخدمية. نحن فرحين بهذا الإنجاز، نحن نعجز عن الكلام في هذا الأمور. الحقيقة يعني هذه نواة لافتتاح المدينة ككل، افتتاح هذه المدينة العريقة، هذه المدينة الأم، هذه المدينة الرمز، وإن شاء الله سيتم افتتاح بقية الأسواق. ماكو أي تعويضات طبعا من أو جهود من الدولة، بجهود ذاتية. احنا نطالب من الحكومة المحلية بتوفير الخدمات، الطرق وساحات السيارات وعبور البضائع من الساحل الأيسر إلى الساحل الأيمن، لأن احنا عندنا خط من أربيل ومن الشمال يجينا. طبعا لازم يكون تسهيلات خاصة لبضائع الأقماش، هاي راح نعاني منها، لأن هسه احنا أجهد على عبر بضائع مالنا ما عاد تقدر تعبر، لأن شوية اكو عراقي.